سلام، اسمك ايه؟ معاك. ايه فرحتك النهارده؟ ايه فرحان؟ اه الف مبروك يا رب لك. ايه اللي خرج؟ خالو. ها؟ خالو. اسمه ايه؟ خالو. هيفطر معاكم النهارده في البيت؟ مجهزين له اكل ايه؟ مش عارف. الف مبروك. اسمك؟ حبيبه. حبيبه. الف مبروك يا حاج. الف مبروك يا حاج. الف مبروك يا حاج. الف مبروك يا ماما. الف مبروك. ايوه استاذ، الف مبروك. عامل لك ايه افطار في البيت النهارده؟ والله مش عارف، احنا افطرنا دلوقتي ان احنا في الحريه. الحمد لله. والله انا عايز بس حضرتك تشكر كل اسر الشهداء وشباب الثوره، ان هم بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل نصره وبفضل مجهودهم ودمهم اللي سال على في ارض ميدان التحرير ان احنا طلعنا. طب عرف نفسك للمشاهد. انا عمرو محمد ابراهيم، واخد بالك، معتقل سياسي بقالي 17 سنه في السجن، طبعا من ضمن الناس اللي لفت لهم قضايا، واخد بالك، في ظل النظام الفاسد السابق. ولولا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الدماء اللي سالت على ارض ميدان التحرير ما كناش طلعنا دلوقتي في الحريه. والمصادفه من عند ربنا سبحانه وتعالى، او قدر ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا بنخرج في الليله اللي حسني مبارك بيتجهز فيها عشان الحاكم. والله فانا بوجه له رساله، وبوجه لكل اذناب النظام السابق رساله عن طريق على لسان حبيبي العدلي، بقول له يا عدلي قول لمبارك المحاكمه في انتظارك. ماشي يا عم. الف مبروك. ربنا يكرمك. الف سلامه. الف سلامه.